الثنائي الثري الذي ملئت الصحف بأخباره منذ 6 سنوات، تارة بصلح وتارة بخلاف وانفصال، كانا قد تواجعا علاقتهما بالقران المفاجئ الذي عقد في السجن، واليوم وبجلسة واحدة فقط تطلقا بالاتفاق. الثنائي الثري الذي لم ينزل اسمهما من الصفحة الثالثة لعلاقتهما بقضية إلا يوكسال أشعل طلاقهما فتيل الكثير من الشائعات. لقد سمعنا قبل فترة قصيرة بقرار طلاق ثنائي الشاب، ولكن مصادر قريبة من عائلة ألغاز خصيصاً كانت قد كذبت هذه الأخبار. مدام ريم، كتير زعلنا لما سمعنا بطلاقك. لو سمحت، الطلاق له علاقة بالقضية مدام؟ لو سمحت، ممكن تخبرينا شو السبب لو سمحتي؟ إلكربيك إذا بتريد. إلكر ألغاز لم يدلي بأي تصريح أثناء مغادرته مع أخته الكبيرة آسو، وما لفت الانتباه كان قيامه بإشارة النصر للكاميرات. رافع إشارة النصر لك. لك هذا وحيدك، ما نرجال أبدا، طير عليه مهرج. يعني برأيك إشارة النصر ما نتصرف جارح ووقح كمان يا إلكر؟ برأيي كانت حركة حلوة. بلا ما أحكي بيكون أحسن. خلصتي إختي؟ شيلونا من هالسيرة بقى، عملتها وخلص أصلاً. بالأساس كنت عم بمزح، هنن ما فهموا مزحتي. بس أنا ما بظن إنه ريم ضحكت على هي المسحة، مو هيك؟ أنا بعرفها منيح لريم، ما رح تتركك ورح تردلك ياها بأقرب وقت. مرحبا. الحقيقة كنت عم فكر اكتفي بتصريح كتابي، بس بما أني بشارككم كل لحظة من حياتي الخاصة طول هال6 سنين، ما بدي فوت بمود الخصوصية هلأ. إيه صح، اتطلقنا، انتهينا. وأنا ما رح أحكي الجمل الدبلوماسية اللي بيقولوها، يعني ما رح أقول إنه مستنين منكم تحترموا قرارنا وإنه نحن بفترة حساسة، لأنه نحن ما احترمنا زواجنا أصلاً لحتى نحترم طلاقنا. طلقنا وخلصت القصة، كبينا هال6 سنين، وأكيد شفتوا إشارة النصر يلي عاملة زوجي السابق. بس أنا بعرف حدا تاني رح يحس حاله انتصر، إلا يوكسال. جهزي حالك. ها، ولا تزعلي لأنك أجهضتي، بتجربوا من جديد. إذا كان ولد بتسموه إيفي، وإذا كانت بنت بتسموه ريم. وهي ردت لك ياها؟ شو كنتم متوقعين؟ واضح إنه هيك حيصير. البنت وقفت وصبرت كتير، وبعدين ضربتنا من المكان اللي بيجعنا. إذا فوتت سكين بجرح المرة اللي قهرتها سنين وكسرت لها قلبها، رح تاخد هالسكين ورح. شو صاير بانو؟ يعني في شي أخبار جديدة؟ القيامة عم تقوم،